مباراة الأسهم مباراة إنبي إن شاء الله ستكون العودة في زامبيا. الحقيقة كل الفرق المصرية حققت نتائج إيجابية، يعني يمكن أنا ما بذكرش إن إحدى الفرق الزامبية خرجت قبل كده أي فريق مصري في المنافسات السابقة، وده من هنا مصدر التفاؤل. يعني أيمن سعيد كان سجل الهدف الأول، عادل مصطفى سجل الهدف الثاني بالتسديدة الرائعة اللي شفناها، وأحمد رؤوف سجل الهدف الثالث والهدف الرابع عشان يفوز إنبي 4-0. إن شاء الله بالتوفيق لإنبي في هذه المباراة.